توترات الموازنة تعرق المفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية. حزب الحرية وحزب الشعب يتجهان لتشكيل حكومة في شتايرمارك. النمسا تمنح 7.5 مليون يورو لدعم المدنيين في الشرق الأوسط. ارتفاع البطالة بنسبة 8.9% مع دعوات لتفعيل سياسات نشطة لسوق العمل. الهيئة الإسلامية تعقد مؤتمر تعزيز التوازن بين الدين والمجتمع. وأخيراً الكاردينال شون بورن يدعو إلى الموضوعية في الهجرة والإسلام. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا ليوم الاثنين 2 ديسمبر لعام 2024. استمرت المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة في النمسا وسط توترات بسبب أزمة الموازنة المتفاقمة. ورغم محاولات تشكيل ائتلاف ثلاثي، أثار العجز الكبير في الموازنة خلافات خاصة بين الشعب والاشتراكية. وانتقد يوسف موخيتش مفاوض الاشتراكي تصريحات حاكمة النمسا سوفلا يوهانا ميكلايتنا حول ضرورة تطبيق عقوبات على رافضي الاندماج، معتبرا ذلك تدخلا خارجيا. وفي المقابل دافع كريستيان شتوكا الأمين العام لحزب الشعب عن موقف حزبه، مؤكدا أن مفاوضات المحلية مع الحرية لا تؤثر على المحادثات الاتحادية، متمسكا بعدم الدخول في ائتلاف مع هيربرت كيكل كما وعد الحزب قبل الانتخابات. أعلن حزب الحرية النمساوي في شتايرمارك بدء مفاوضات حكومية مع حزب الشعب النمساوي بعد اجتماع رئاسة الحزب عبر الإنترنت. وأكد الحزب أن القرار اتخذ بعد محادثات استكشافية مع جميع الأحزاب، مشيرا إلى أن الحزبين يمثلان 62% من الناخبين، ما يعكس الإرادة الشعبية. وأوضح رئيس حزب الحرية في شتايرمارك ماريو كوناسيك أن نقاط الالتقاء مع حزب الشعب توفر فرصة لتشكيل حكومة إقليمية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية. ورحب كريستوفا دريكسلا رئيس حزب الشعب بالمفاوضات، معربا عن ثقته في أن التعاون سيحقق استقرارا وحلولا ملموسة للولاية. خصصت النمسا 7.5 مليون يورو إضافية لدعم المدنيين في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية أن إجمالي المساعدات النمساوية منذ هجوم حركة حماس بلغ 53 مليون يورو. وشمل الدعم تخصيص 3 ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في سوريا ولبنان، و2.5 مليون يورو من وكالة التنمية النمساوية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان. كما تلقى الصليب الأحمر الدولي مليون يورو لفلسطين، ومليون يورو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا. سجلت النمسا في نهاية نوفمبر نحو 384 ألف عاطل عن العمل أو مشارك في برامج تدريبية لدى وكالة سوق العمل آمس، بزيادة 8.9% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت نسبة البطالة إلى 7.1% مع أكبر ارتفاع في قطاع الصناعة بنسبة 16.2% نتيجة تدهور صناعة السيارات والمواد الغذائية. وصرحت بيدرا دراكسلا رئيسة آمس أن التراجع المستمر في الأعمال الصناعية منذ يناير يشير إلى ركود اقتصادي. وسجلت النمسا العليا أعلى زيادة في البطالة بنسبة 15% بسبب أزمة إفلاس شركة KTM. وانخفضت الوظائف الشاغرة المتاحة بنسبة 12.8%. وصلت دعوات من غرفة العمال والاتحاد النقابي لتعزيز السياسات النشطة لسوق العمل. نظمت الهيئة الإسلامية في النمسا مؤتمرا بعنوان الأئمة في المجتمع المعاصر، مسارات التعليم والمسؤولية الاجتماعية، لتعزيز برامج تدريب الأئمة
متبنية نهجا يوازن بين التقاليد الدينية ومتطلبات المجتمع المتعدد الثقافات. وأشارت الهيئة إلى أن دراسة اللاهوت الإسلامي متاحة في الجامعات النمساوية منذ 2017، إلا أن كل من الخريجين يعملون كأئمة. وصرح رئيس الهيئة أميد فورال بأن التعليم يجب أن يواكب الحداثة والتقاليد لتأهيل الأئمة لمواجهة التحديات المجتمعية. وتناول المؤتمر دور النساء والشباب في نقل المعرفة الإسلامية وأهمية التعايش بين الأديان، واختتم بتوقيع مذكرة تفاهم مع مفتي البوسنة والهرسك لتعزيز التعاون في التعليم والرعاية الدينية. دعا الكاردينال كريستوف شونبورن قبل مغادرة منصبه كرئيس ثقافة فيينا في يناير إلى تناول قضية الهجرة بموضوعية أكبر، مشدداً على ضرورة بناء جسور مع الإسلام مع الحذر من السذاجة. وأكد شونبورن على أهمية التزام المهاجرين بالقيم الديمقراطية والانتماء للنمسا مع احترام حرية الأديان الأخرى. وأشار شونبورن إلى أن النمسا تعتمد على الهجرة بسبب التغيرات الديموغرافية، خصوصاً في مجال رعاية كبار السن. ودعا للفصل بين الهجرة العامة وقضايا اللاجئين بما يتماشى مع الكرامة الإنسانية، كما شدد على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، مستذكرا التجارب التي مرت بها الكنيسة الكاثوليكية لتحقيق الحريات المدنية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة موقع infograd.com. دائما كنت معكم أنا ريم أحمد. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.